بالتأكيد، ومهم جدا يكون روح الحماس اللي تواجدت في أمام منتخب الجزائر مع عودة المحترفين تتواجد، ويكون منتخب مصر مش منتخب أي لاعب. طبعا ناقصنا صلاح، ناقصنا مصطفى محمد، عمر مرموش، ولاعبين كتير ممكن ينضموا. تريزيجيه رجع ولعب في فريق الرديف، ولكن إمكانية لحاقه بأمم أفريقيا من عدمه لسه يعني محل شك، ولكن في النهاية أنت قادر أن أنت تقدم نسخة مميزة من منتخب مصر برغم كل التحفظات اللي ممكن نشوفها خلال البطولة العربية، ولكن احنا بنقول دي مرحلة تجربة. لكن بما أننا بنتكلم عن منتخب مصر، حابين نقف مرة تانية عند كابتن منتخب مصر وهو الكابتن عمرو السولية. عمرو السولية في مباراة منتخب الجزائر بيسجل أول أهدافه الدولية، وده شيء بالنسبة له بالتأكيد هيكون له يعني الهدف الأول دايما له معزة خاصة، له غلاوة خاصة، له قيمة خاصة. فبالتالي لما يكون كمان هدف بيمنحك صعود، بيمنحك تصدر، وفي منتخب كبير زي منتخب الجزائر، وكمان تكون أنت المتسبب في ركلة الجزاء اللي ركلة الجزاء كده خلاص بقت علامة مسجلة لعمرو السولية. كان عندنا كابتن حسام غالي شهير جدا بتدخلاته اللي فيها فدائية وروح قتالية عالية جدا، وعندنا لقطات كتيرة جدا منها لقطة مباراة الترجي لما نزل على الأرض بدماغه، ولقطات كتيرة كان بيدخل في تسديدات بينزل بدماغه، فكان في روح فدائية كبيرة جدا. عمرو السولية بيقدم هذا النموذج من الروح الفدائية في الكرات المشتركة، اللي هو عارف كويس جدا أنا هكسب الكرة دي لكن وهكسب معها خطأ، ولكن ممكن أتعرض لإصابة. لو استعرضنا صورة ركلة الجزاء في منتخب الجزائر هتلاقوها صورة طبق الأصل من ركلة الجزاء اللي حصلت في مباراة الزمالك. دي مباراة الزمالك، عمرو السولية مع المسلوسي، الكرة قريبة من المسلوسي، المسلوسي خلاص يعني عنده ثقة كبيرة جدا إن هيسدد، يدخل عمرو السولية بسرعة كبيرة جدا يزق الكرة قبل المسلوسي، فطبعا زي ما حضراتكم شايفين المسلوسي يضرب عمرو السولية بقوة، فطبعا ركلة الجزاء انذار. لا ما خدش انذار، ما خدش انذار، لا ما خدش يا جماعه. مش في البطوله العربيه. لا. نروح بقى للبطوله العربيه ونشوف ركله الجزاء لما بتكون في البطوله العربيه، ونشوف عمرو السولية في كره واضحه جدا، مدافع منتخب الجزائر عنده كامل الثقه ان هو هيسدد الكره، لكن لما يكون عمرو السولية موجود اوعى تكون واثق انك توصل للكره الاول. عمرو السولية على طريقه وليد ازارو في ماتش الوداد بيدخل يسبق وياخد الكره، فطبعا تسديده تيجي في قدم عمرو السولية ممكن تعرضه لاصابه، ولكن هي دي طبيعه الرجال، طبيعه اللاعبين، الكباتن اللي هو ليدر في الملعب، القائد في الملعب. منتخب مصر الان يمتلك في البطوله العربيه قائد بمعنى الكلمه هو عمرو السولية، واللقطات اللي احنا شفناها دي خلاص بقت علامه مسجله لعمرو السولية.